الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى، والتي أسميناها قطوف دانية. نتكلم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن فئة من المسلمين، فئة من المجتمع، العمل الذي تقوم به هذه الفئة يرتبط ارتباطا وثيقا بشهر رمضان. يعني لما نقول بشهر، أي بشهر رمضان وبالصيام وما يتبعه من عادات وعبادات. إن كل شيء مهم تجد الناس يهتمون بما قبله وما بعده، ونفس الشيء في رمضان. بعض الأمور علينا أو لا بد علينا أن نهتم بها قبل رمضان، ثم في رمضان، ثم بعد رمضان. وإن من الناس الذين يهتمون بهذه الحيثية هم الفئة الذين سنتكلمون عنهم. من هم؟ هم التجار. التاجر يهيئ نفسه ويجهز تجارته قبل رمضان، خاصة من كان يتاجر في الأمور المرتبطة بالأكل والشراب وهكذا، تجار المواد الغذائية واللحوم والدواجن والحبوب وهذه الأمور كلها. ولما نقول التجار فنحن نتكلم عن التجار يعني بصفة عامة، سواء تجار المصنعون أو تجار الجملة أو نصف جملة أو الذين بعدهم ثم الذين يلونهم وهكذا. فكل من يشتغل في التجارة فرسالتنا اليوم موجهة إليه خاصة، ثم هي موجهة إلى عموم المسلمين، لأن هذا أمر يهمنا كلنا. فقلنا إن التاجر يجهز لرمضان أو يبدأ في التجهيز لرمضان قبل رمضان، ولكن الإشكال أن منهم من يجهز نفسه تجهيزا عاديا، يعني يعلم أن مثلا في هذا الموسم هو الأفضل موسم لتجارته ولبيعه، فيجتهد مثلا في توسيع التجارة وفي يعني في البحث عن تجار جملة مثلا تكون الأسعار عندهم أرخص، ويجتهد في إيجاد أماكن أخرى ليعرض فيها سلعته، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وإن هذا أمر مباح، هو مباح بل هو أمر مطلوب، فإن في الإسلام لا بد لكل صاحب صنعة أن يتقن صنعته، وإن من هؤلاء التاجر، فعليه أن يجتهد في الإتقان في عمله. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني وهو الأمر الذي نحذر منه، ألا وهو التاجر الذي يجهز لرمضان بطريقة مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. وإن هذا يعني أمر منبوذ، وعلى المسلم أن يتجنب ذلك. ما هي الأمور التي نحذر منها؟ الأمور المعروفة، يعني احتكار السلع والمضاربة، ومنهم من يخزن سلعة وقتا طويلا حتى يرتفع سعرها ثم يعرضها للبيع وهكذا. هذه الأمور التي سنتكلم عنها ونحذر منها إخواتنا المسلمين، لأنه هناك أمر مهم جدا الكثير من الناس يغفل عنه، بل قد لا ينتبه إليه إلا النزر اليسير من التجار. ما هو هذا الأمر؟ هذا الأمر أنك إذا ارتكبت مخالفة
في حق نفسك مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى في تجارتك فإنك ستؤثم وهذا كلنا نعلمه ستأثم وسيترتب على ذلك وزرا عليك في خاصة نفسك هذا أنت تعلمه ونحن نعلمه والكل يعلم هذا لكن الأمر الذي لا ينتبه إليه الناس ألا وهو الإثم الذي ستأخذه بسبب الناس الذين عرضتهم للأذى خاصة في التجارة في هذا الموسم يعني الكثير من الناس يعني ذو دخل بسيط ومن الفقراء ومن كذا وخاصة ونحن في زمن يعني الغلاء منتشر فيه فزيادة على كل هذه الأمور الموجودة تجد للأسف الشديد بعض التجار هداهم الله تعالى يجدون في ذلك فرصة فيقومون ببعض الأعمال سواء احتكار ومضاربة أو أي شيء آخر حتى يأخذ فائدة مضاعفة مثلا مرتين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ولكنه لا ينظر إلى الناس الذين سيسبب لهم الأذى فأنت إذا فعلت ذلك فستؤثر في الناس ماديا هذا الأمر الأول الناس ذو الدخل الضعيف يعني بدل ما يصرف مثلا في أمور معينة يصرف مليون فبسبب جشعك أنت وبسبب هذه الأمور التي ترتكبها وبطريقة أو بأخرى فأنت سوف تؤثر على هذه المصاريف وبدل أن يدفع أو أن يصرف في أمر معين مثلا مليون يعود يصرف عليه زوج ملايين ولا زوج ونص وكي يعود المصروف زايد فهو بالطبع سوف ينقص من أمور أخرى وهذا سوف يؤثر على حياته وعلى أولاده وهكذا هذا الأمر الأول وكذلك قد يؤثر فعلك الشنيع وهذا الجشع الذي نجده من بعض المسلمين هدانا الله سبحانه وتعالى وإياهم قد يؤثر هذا كذلك في عبادتهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى فإن الرجل ورب الأسرة إذا تأثر من الناحية المادية فإن نفسيته سوف تضطرب سوف يصيبه مثلا الغضب أو الحزن أو الجزع وإن هذا لا يؤثرن على صيامه ويؤثر على صلاته ويؤثر على تعامله مع مثلا زوجته ومع أولاده إلى غير ذلك وإن كل هذا الأذى الذي يحصل له سيكون في صحيفة ذلك التاجر الجشع الذي لا يفكر إلا في نفسه يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون رأهم يعني يبيعوا واحد يبيع واحد يشري وكذا فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار خاطب التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليهم فقال صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله سبحانه وتعالى وبر وصدق وهذا يعني أمر ليس بالأمر الهين وإذا بعث إنما يبعثنا للتأمل وللنظر وللتدقيق في هذا الكلام لأنه كلام يعني عظيم قال يبعثون أي لما يوم البعث يوم يبعث الناس كلهم فيأتي هذا التاجر الذي كان فاجرا وكان يعني ينفق أو يبيع سلعته بالحلف الكاذب وكان لا يتقي الله سبحانه وتعالى في تجارته يبعث فاجرا بين الناس وهذا أمر شنيع جدا يعني أن يكون أول مشهد لك يوم القيامة تبعث فاجرا أمام كل الناس هذا يعني أمر شنيع جدا والعاقل
من فكر جيدا والتمس لنفسه العقبة الحسنة. هذا الذي علينا أن ننبه إليه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئين أو ذكر أمرين، قال: إلا من اتقى الله سبحانه وتعالى، أي لم يخالف شرع الله عز وجل في تجارته، وصدق في كلامه، وبر في قسمه. قال: وبر وصدق، أي إذا أقسم لا يقسم إلا صادقا، وإذا إذا أقسم وحلف فليتجنب اليمين الكاذبة أو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وكذلك إذا حدث فليصدق. هذان الأمرين اللذان على التاجر أن ينتبه إليهما وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع. وإن الصدق في التجارة سبب للبركة كلها، الصدق سبب للبركة وكذلك سبب لازدهار هذه التجارة، وإن الكذب من أسباب محق بركة التجارة، هذا أمر معروف يعني بالخبر وكذلك بالنظر معروف يعني في حياتنا، وكل من جرب سواء التجارة أو أي معاملة أخرى، فإذا كان الصدق حاضرا في هذه المعاملة فالله سبحانه وتعالى يبارك فيها. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إن صدقا وبينا، أي كل طرف من الأطراف يصدق صاحبه ويبين. كيف يبين؟ إذا أردت أن تبيع شيئا ما فعليك أن تبين كل ما فيه من المحاسن ومن المساوئ. وإن من الناس من يلوي الكلام ويلتمس لنفسه أعذارا شيطانية حتى يخفي الضرر الذي في التجارة، إن هذا أمر حرام، هذه حجة شيطانية. هذا موجود عندنا بكثرة، ونسأل الله العافية وندعو إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات أن يتجنبوا هذا الأمر الشنيع. ماذا موجود يعني مثلا في سوق السيارات، تروح عنده سيارة يقول لك هاي شوفها قدامك، تقول له وش فيها، يقول لك كذا وكذا، أما العيوب الحقيقية التي فيها لا يبينها لك، ويقول لك هاي قدامك شوف. إذا أنت لم تتنبه لهذا العيب واشتريت، فإنه يظن نفسه أنه قام بعمل شرعي ليس فيه مخالفة، والحقيقة غير ذلك. لا، أنت تعرف العيب في السلعة التي تعرضها على الناس، ما تقول ليش شوفها أنت، لا تعرف العيب أنت، لأنه لا، أنا ممكن ما عنديش خبرة. كاين بعض العيوب حتى إذا نظر إليها صاحب الخبرة فلن يعرفها إلا بعد مدة من استعمال هذه السلعة، وهذا موجود للأسف الشديد كثير يعني في السيارات وفي غيرها. فأنت إذا اشتريتها ثم تجد العيب، فإذا رجعت إلى البائع فيقول لك قد رأيتها، خلاص يقول لك خلاص يا أخي انت شريتها، فكأنه لا إثم عليه في ذلك، والعكس مخالف لما يظنه. فإن على التاجر أن يبر وأن يصدق في كلامه. والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. فلنتق الله سبحانه وتعالى في تجارتنا، ولنرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لنا مع الاجتهاد، يعني علينا أن نجتهد ونتسبب ونقدم الأسباب ونعمل ونبكر صباحا وهكذا، ولكن إذا قدمنا كل الأسباب ففي الأخير على المسلم أن يرضى بما قسم له الله سبحانه وتعالى. وإن هناك فرقا كبيرا وبونا شاسعا بين المال وبركة المال، هذا الذي يجب أن يتفكر ويتدبر فيه المسلمون، لأن المال شيء
وبركة المال شيء آخر تماما. فإذا كان عندك مال فقط وليس فيه بركة بسبب بعض المخالفات الشرعية أو بسبب كونه حراما فإنك لن تهنأ بهذا المال. أما إذا كان لك مال ولو سواء كان مالا كثيرا أو قليلا ولكنك تحصلت عليه بطريقة شرعية موافقة غير مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل لا يباركن لك في ذلك المال ولا يرضينك به، وهذا الذي نرجوه كلنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما، ونشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.